ماموسا جان آية لسر مولود يا ولادتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هيت آيات يكي يمن بشتي في بسين اللي باروا بل خالد زبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أهله. اللهم علمنا بما تنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، طبعا خوش شويستان بيجا من برومناو بلغة كانوا لآيات وحديثة كان بخير نوبتان ما بظن فيها شمش ديك مقاصدي مولودتي اما مولودتي تي اكرد يعني تأما بين حرامي بكين بلين بدعيه بلين شرعيه طبعا لما مولودا قران اخوان دي صلى الله عليه وسلم يا خوالي صلى الله عليه وسلم وتار اخوان دي توا اطعام الطعام اكري لا ندري ما تلي يا غمر اخوان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكري اخوان تي اكري خلقي كو ابي توا برايتي تيا بقوة تبيه شمائل سيرتي بيا غمري خويتي أخواني ريته وصلى الله عليه وسلم أما نش هموي آيني إسلامي بيروز هل يحكي ما نبقري تي قرآن خينا تي مدحة تي وعظة تي وتارة تي طعام الطعام تي صدقية هر قيك لما نبقري لفر مدكاني بيا غمري خواه لقرآن أبيني كمدح كراوة وصف كراوة هاني خلفي دراوة كاميشان أبكن ديبوه مبين مادم كوبو نويك اجتماعك لمشت باشانا في قاتل بويا ما بنت محارة بكين أي خوانا فرموا فعلوا الخيرة أو إيك خير إيو بيكن إيو دا إخوة مش خيرة عشان ما وصل رجاك أبو نسيني في غمان سد الدين سر أو ما وصل جا أم ده ما وصل خوا زي باتوا بارك الله فيكم والله إخوة شو يستا أو قصاني ما وصل كلامي أو دونا درة وري رمضان سي أم أو ما تو أو وصف جواني كوا بو سلطان مظفر بو نور الدين زنجي بو صالح ملا عمر أو قصة جواننا إخوانا فرموا آياتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يعني وانا جهاد ينكر رجاء خرابا في بشان نادين كما أنا مولود ينكروا يعني حتما مولود ساك أبو يا أخوي يوري فيان دوا بيك شكا يخراب ويوري فيان نادا أخوي يقول أفرمي لقرآن في روزة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون السورة يونس آية طبعا فضل الله ورحمته علماء تفسيرها زور لباريو أما تفسيره درجاي كراوية نص جنات وبيا غمر وتبيتي فلانش دواية فلانش دواية فلان آيت أو حصر حصرة علماء قسيان أبو حياني أندلسي زياد لبيس تفسير دينة البحر المحيطة فضل الله أوي ورحمتك يو فضل الله ورحمتك يو لضمني وتفسيرانا لصي تفسيري قوريا معتمدة يا دو سنة يعني هنا وتل عبد الله كري عباس و كفرميتي أخرج أبو الشيخ أما سندي كان عن ابن عباس فضل الله العلم ورحمته النبي صلى الله عليه وسلم فضل إخوائي قول علم ورحمتك شي بيا غمرة سندي كترى عن الضحاك لضحاك وكفر ميتي عبد الله كري عباس فضل الله العلم ورحمته النبي صلى الله عليه وسلم لسي تفسيرها كما للروح المعانية إمامي أهل سيلة تفسير روح المعاني أفرمي والمشهور دعوي كو تفسير كانت ردينة عند الآخرة أفرمي مشهور ترين قول راس ترين قول أويا كوصفي بيا غمر بكر يا بالرحمة ترجيحي كردو ترجيحي وقولي كردو كلام آيات ورحمة بفضل الله وبرحمته على مقصدي بيا غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم كما يرشد إليه قول الله تعالى شو أخوي برقارة أفرمي باشا بيا غمر رحمتني يا غمر إخوان رحمتني صلى الله عليه وسلم خوي زنان يقدن نيل لسرا ويكوا باشترين تفسير تفسيري قرآن بقرآن بلى يقدن باشترين تفسير تفسيري قرآن بقرآن لا هو تفسيري قرآن بالسنة ديما القرآن يا خوي قرافر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا محمد ما تمن نردو بالرحمة بخوي برجال ببو معالم بلى بالرحمة خوي قريب وهم خلقي باشا أول قرآن يا غمر برحمة وسفكرة يا غمر إخوة فرمية إنما بعثت رحمة وإنما أنا رحمة مهداة خويا فهم الرحمة دي أول قرآن يا غمر برحمة وسفكرة لسنة يا غمر برحمة وسفكرة خويا قرشة فرمية برحمته كفي غمر صلى الله عليه وسلم وآل سيا فرمية راسترين قول أو يكابل وصي يا غمر إخوة بالرحمة أو تفسيرك يا هاتوا تفسيره آياتها لسورة يونس آيات من زوجت أبو حياني أندلسي لبحر المحيط عينا أفرمي أو آية تفسيري كرب الرحمة وفي غمر صاصون وتسكي في أنزل تفسيري وآياتها إمامي سيوطي لدر منثورة أفرمي وأحسن التفاسير باشرين تفسيره كان أويا كفي غمر إخوة وصف كرب الرحمة رحمة كما دموا بي في غمر إخوة الرحمة خوا أفرمي لبر خاتري أو الرحمة با
بعض الخوشي خوان دبرن فليفرحوا بخوش حالي خوان دبرن برحمتكم كما دم في غمري خواها الدنيا وخوش حالي خو تقدر ببرن بله ايماش لبر او رحمتي خويا برك في غمره لمانجي مولوده خوش حالي خو ما در ابرين بله يجي قلت له ايات انا خوشويستان خويا يقول فرمي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اي في غمري خو بي ام بلا اگر اي واخواتان خوشوي شلون من بكون امزا خويا وي خوشوي إذا نيجي لو سائلاني كأبيته هو أو كأخوي جوري إما يخوش بيوت اتباعي في غمرة صلاة واتباعي في غمرة إيش نابيت تاني ناسيت تاني ناسيت تو تاني ناسيت شون رأي شوني كيت وتا وناش ناسري تاكو ركوب نوي ونكري باسي جاناي في غمرة خوي ونكري صلاة الله كما دم وابيت أم مناسبات تاني مولود نبيك إما يكين وسيلة كبو ناسيني في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم لري ناسيني شو وسيلة كبو اتباعي في أغمار إخوة لري اتباعي شو وسيلة كبو تذكرني أمريكي خواهي فرورقار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله خواهي قورا زم يوك صانيك لك في أغمار كان ناسيوا أن لم يعرفوا رسوله زمي كرو تي امانه في غمر کي خوانه نه ناسيوه چون په غمر خو مانه سردمه کازور په اسلام پیدي خوشو وسان کي مسته بتي لو قرانه د ابنجين بس په غمر خوان بو بکري صلي الله عليه وسلم بس شمايلي په غمر خو بکري كات خلقي هم وقت له په غمر دورا كونوا صلى الله عليه واله وسلم خو يقرا فرمل ايتي کي ترا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ايګه په غمر شعيره اخوانه به بو كعبة شعائري خواه بيا غمر شعائري خواه نبي بو كمان عظيم ترن كعبة ياخد بيا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لبيا شك بيا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم زانا باسي بيا غمر نكردوا كي أنا كعبة في رسل حجرك بيا غمر إخوة يعني حجرك إمام مالك فرميتي حجري بيا غمر إخوة لهم مخلوقات كانت ليش حتى لكعبة في رسل حتى لروايتك أتوا كافرين حجري بيا غمر إخوة لعرشش في رسل ما شاء الله شوك الضم او بيغمري اخوي قرتوه صلى الله عليه واله وسلم دي باشا بيغمري خو شعيريك على شعيره كان اخوي فرور رجار علمك ويخلق بيناسيه يا ما كتعظيم يا شعيره اخوي بقين او امرك الامركان القران ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب تقوى القلوب كيما تعظيم بقين معنى بيغمر ما فرستوه عبادتي ما كردوه شعائرتي هي عبادته وتيا شعي عبادتنيا سكعبه شعيره صفا مروه شعيري خواي فرورقارة وهروها بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من أعظم الشعيرة وبيغمري خواه من أعظم النعمة هيز نعمته وكو نعمته بيغمري خواه قوري بي صلى الله عليه وسلم لسر ممته هيز نعمته قنية سر قوري هم نعمته كان خواش أفرمي وأما بنعمة ربك فحدث باسي أو نعمتي خوابكا بو خلقي وباشرين كاتشك باسي نعمتي خوابكا بو خلقي كباسي فيها غمري خو أعظم النعمة ما جي مولودي فيها غمر صلى الله عليه وسلم وباشتني كاتا كباسي أو نعمة تبقى كفيها غمري خو صلى الله عليه وسلم بدي أمجوه خلقي آية إيه قد له آياتنا وذكرهم بأيام الله خايف الرجال فرمي يا محمد صلى الله عليه وسلم تروجاني خوا بينا وبيريان روجاني خوا لمعرضي باسي موسى وحضرة إبراهيم آية أفرمي أو روجانا بينا وبيريان دي روجاني فيها غمري خوا صلى الله عليه وسلم قال يقول الرجاني إبراهيم وموسى قورتنا لبري في أغمري إخوة أخوي لموسى وإبراهيم قورتنا بيشك كما دموا أبي جيبا ذكرني ما يتا أبي إما بيكين استا وذكرهم بأيام الله بين رجاني خواي بروردقار كل الرجاني في أغمرا يا صلى الله عليه وسلم بين وبيني خلقي وباشتني كاجيج رجاني مولودة شو كان بوي ربطي أم أمة تبكي بأحداث تاريخ كانوا ربطي أمكي سيروا داوة لكاتي بيا غمر إخويا صلى الله عليه وآله وسلم باش أم ذكريات أنا اللي هي شنو كهاتو كيما يادي كان باش أنت بيا غمر إخويا ويكير بالروج تبي هات بيا بو يا ما بين يادي ذكريات كاني بيا غمر إخويا بكنا صلى الله عليه وسلم يرنا أمر القرآن يك دو أركان حج سنن حج هم يا دوري ذكريات كحضرة إبراهيم وهاجر كرديانا بلى هذا اسمعي كرتي سعي كيلا بين صفا مروة يا دوري ذكريات كي أجرة كاتلي والروج تهاتوا باشك أصل لا كعبة يا دوري كعب إبراهيم تبي الكعبة بنا كردوا أرد لا زمزم يا دوري إسماعيل يا تبيله رد من شيدانك عين نشط هم أركان كان يحج سنن يحج شعائر كان يحج هم تنفيذ ذكريات إبراهيم وإسماعيل وهاجر وعظمتي أشخاص أنا بدرخة كوادم وابيت خوي جور أمي في ما كركا أو أيامنا أو رجاني خوي بين نبيل خلقي
يجي كده لو آيات أنا كزور بيو مهم مهمة خواي جرب يا غمري خوا فرمي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يا محمد هركاتك تودلت سيجي لديت غمي دي بسرتا ناخوشي دي بسرتا يا صغلتي دي بسرتا عازتا يا باسي بيا غمري كتب وكين كعزتي خوارنا بوتي ما نثبت ويدلت راجل كين خوانا خوا زرد بلايا كان الرعاية ثابت بيت بوي ثابت بيت بوي زاد بردوان بي باشا تخوا بيا غمري خوا صاصا أولاد رباسي وبكران إما أولادي يستلم زمانه أبينين أم هم مغرياتا أمهم في تنري كل المسلمان أمهم قنوات فضاء خراباني كوائل قنزة كان لردر بكاد أو هم اشتخراباني كوانا بازار كان ونا الشعر كان ما نهاية كهموي أبيته إيكو مسلمان دور كاد لبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم تخوا إما أولاد ابنين لم سردميا كدين جياني بيا غمري خواه أنباء الرسل وأنباء سيد الرسل كبيا غمري صلى الله عليه وسلم وخلقي بجيرنو تا تثبيتي فؤاد يا بيت فعلا تادلي الراقير بيت بوه أمش زور ضرورية وأمش تانش كي مبدينه وزيادة هم إلى ما جي مولود أكله مش كان متعلق بيا غمر صلى الله عليه وسلم آيات تلو آيات أني كما مصيها تليك ردي ببلغة خواز زي باتوا وبيش ما مصيها تليك كسم نبيني وما يتيك ببلغة وتنا بحث قرام كسم نبيني وبلغي كيش زور بقوتشا خواز زي باتوا وانصار تلي فرمية أما أتجي إلى آيات كان كبلغي لسر يا ذكرناوي مولودي في غمر خوال الصوري كهف صوري توبيا فرمي ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح يعني تي يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أي مسلمان إيوبيا لهرشو إنك دابنين لهرشو إنك عرب وستن حرتشتيك بكان كأوتشتا دقبدا لكافر كان بلي كافري فيها بتقيو كافر فينا أخوش بيت إلا يوم أجورنو أجروا فاداشتان بون مصرية دي باشام كو بناوي خلقي ويا دولي بياغا مري خواه صلى الله عليه وسلم كافر بينا خوش نيا دجمني دين بينا خوش نيا كما دم دجمني دين بينا خوشا دا دلنيا ابن مسلمانا كان ايو مأجور ايو أجروا فاداشتان تساكيو دا سري حياكرنا او مولودا دو ام مولودا باعثة وتعظيمي بياغا مري صلى الله عليه وسلم لما مولودانا باشا خلق ركي دا بياغا مري بيتو خلق بياغا مري خوش فعلا بياغا مري خوش خلق لما مولودانا زيادة ابن زيكا بيتا بياغا مري دورك بلا هر ما مصايق باسي شتيق لجاني بياغا مري خواكا وانيا طبعا بياغا مري خواه نزيكا بيتو بياغا مري خواه نزيكا بيتو كما دموا بي اما خلقي ربطاكين بياغا مري صلى الله عليه وسلم مولودا كان ايا واكي كوا خلقي تعظيمي بياغا مري بكا كواش مانكر او امريكي خواه زي بزيكين وصفكي خواهي پرودابو إيمان دار لخو مانا بدي أكيد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كما دموا بيه خواه أمرك أفرميه وتعظيمي بيا غمر بكان وصفتي إيمان داران أويا كوا تعظيمي بيا غمر لكي خلانا كانوا يمش بو مولود نامي تعظيمي بيا غمر إخواء أكيد صلى الله عليه وآله وسلم أما آياتك أمبو يعني وإلى آياتك شيئا سليم